مالك يا سيدي الاستاذ بهجه؟ من اول ما قلت لك اصور فيديو كليب هابط تسيح لي بيه وانت باصص لي باحتقار كده. نظره الاحتقار دي اقل حاجه عندي في الموقف ده يا سونيا صراحه. يعني وعلى ايه؟ تعال خد لك قلمين وخلص. للاسف اخلاقي ما تسمحليش ان امد ايدي على واحده ست، وخصوصا يعني لما تبقى رقاصه يعني. طب ممكن افهم بقى انت زعلت كده ليه؟ احنا شركه تسيح محترمه يا انسه. مدام لو سمحت. يا سلام، زعلتك قوي يا اختي. ايوه احنا نسيح لك، ماشي ده شغلنا، نفضحك ده حقك، لكن نشارك في جريمه اخلاقيه بكليب هابط؟ لا لا لا. ايوه جاي والله زمان يا معلم سيد اي سي والمعلم كمانجا. لحد امتى هتفضل مش عارف مصلحتك فين يا سحتوت؟ سيبه عم اي سي يقعد طول عمري يقول ايوه جاي لحد ما صوته اتنبع. والنعمه عندك حق، انا بقيت بقولها في سر او على سهوه كده على استحياء يعني، زوري وجعني وربنا. ما جيتش ليه كورسات التسيح؟ زمايلك في الكورس سبقوك وقربوا ياخدوا كي جي وان تسيح. عليا النعمه بكره من النجمه هتلاقيني قدام باب الشركه بتاعت التسيح. بس وانت جاي ما تقولش ايوه جاي. هدي اعصابك يا كبير، مش كده؟ قول لسونيا اللي قاعده قدامك دي نتائج حمله التسيح اللي احنا عملناها ايه يا زكي، وقول لها بالارقام بعد اذنك يا زكي بالارقام. اولا من كتر الطلب عليكي من متعهدي الحفلات غيرتي رقمك اكتر من مره وسعرك زاد الضعف. ثانيا تم ترشيحك لدور راقصه في فيلم جديد اسمه مشربش الشاي اشرب ازوزه. انا تحبي تسمعي ثالثا يا سونيا؟ خلاص يا سي بهجت، انت سيحتلي، اقتنعتي يا اخويا ومش هفتح بقي تاني. اول واخر مره اسمع منك اقتراح يا سونيا، والا اهد كل اللي عملتهولك على دماغي. يا خشيه، سماح سماح يا سي بهجت سماح. امتى تاني؟ خير ان شاء الله. ومالك كده بتقوليها من تحت درسك يعني؟ لانك زودتها يا بهجت يا دغري، وقاطرني في الرايحه وفي الجايه لحد ما جبت لي الكلام. كلامي بس؟ انا اللي ينطق حرف في حقك اقطع له لسانه. اصرف، عاوز ايه يا بهجت؟ انا كلمت المعلم سعد وهو رفض. ما تكملش لاني عارفه اللي حصل بالحرف الواحد. عارفه؟ طب وايه رايك انت؟ ده اللي يهمني اساسا يعني. رايي من راي اخويا يا بهجت يا دغري، فكك مني بقى وابعد عن طريقي. ماشي يا بنت الناس، الله يسهلك. اوعى وشك سونيا، ما بقتش ملاحقه شهره، دي صافي نار رفعت عليها قضيه. كله من افكار بهجت الدغري اللي ملهاش اي حل. صفحتها على الفيسبوك عدت المليون معجب بعد ما كانت بتهش وتنش. واحنا هنفضل بقى مكملين في تسيح حل امتى يا مستر سايق؟ لحد ما بهجت الدغري يقول كفايه عليها كده يا جاسر. اوكي. طلابي الاعزاء، النهارده هنتكلم في درس مهم جدا في كورس التسيح. لو سمحت يا استاذ بهجت. استاذ بهجت؟ استاذ بهجت مين يا سحتوت؟ هو انا قاعد على القهوه؟ دي محاضره تسيحيه يا ابني، افهم بقى يا غبي يا غبي يا غبي. انا اسف يا دكتور بهجت، بس انا فاتني درسين في الكورس. يا سيدي ما تقلقش، تقدر تاخد المحاضرات دي من اي زميل، ده غير انك انت لما تشتري كتاب سيح لي شكرا وتذاكره كويس هتعرف تحل في الامتحان اللي جاي، اوعدك انه ما يطلعش بره المنهج. الله عليك يا دكتور الانسانية يا عسل. درس التسييح النهاردة بيركز على عنصر الذكاء في التسييح، يعني وانت بتسيح للزبون تبقى عارف ازاي تفضحه باقل مجهود. يعني لو دكتور تفضحه في نقابة الاطباء، ممثل تفضحه في ماسميرو، جزار تسيح له في المذبح. طب لو قهوجي يا دكتور؟ تسيح له في كوباية شاي يا سحتوت. اتفضل يا سي بهجت، دول ايراد كورسات التسيح، الطلبة كلهم دفعوا ما عدا سحتوت، قال انه هيجيب بيهم مشاريب للفرقة. مشاريب يا سحتوت؟ عليا النعمة لا شايلك مادتين واخليك تعيد الكورس. اللي تشوفه يا سي بهجت. مالك يا زتونة انت كمان؟ مفيش يا سي بهجت. طب عيني في عينك كده؟ خلاص بقى يا سي بهجت ما تكسفنيش. صدقي عينك حلوة يا زتونة،
أنا كبهجت اتفاجئت. بس كفاية بقى، لأن كمان جملتين هيقوم عليا يا سي بهجت. لا اوعي يغمى عليك، مش هعرف أشيلك، اوعي. اتفضل يا سي بهجت، دي الفلوس اللي اتفقنا عليها. وكفاية تسيح، لأني فعلا مش ملاحقة على الشغل يا اخواتي، وسط تخلع رأس. تمام يا سونيا، شفت بقى ان وجهة نظري صح، وان ملوش اي لازمة كليبات هابطة. كلامك كله طلع صح صح يا سي بهجت، وانا اختياري ليك كان هو الصح. قشطة يا سونيا، عموما احنا مع بعض، لو حسيت ان شغلك خف وان وسطك ما تهزش كتير، تعليلي نعمل ابديت لحملة التسيح ونرجعك للشغل تاني اكتر من الاول. يا اخواتي ربنا يخليك للغلابة يا سي بهجت. ممكن اقابل الاستاذ بهجت دغري لو سمحتي؟ اقول له مين حضرتك؟ ايه ده، انت ما تعرفينيش يا استاذه ولا ايه؟ لو النبي يا اخويا ما اعرفك، واللي ما يعرفك يجهلك. انا بشير منير، اكبر سمسار لعيبه في مصر والعالم العربي كله. وانا اعرفك منين يا عم انت؟ انت فاكر نفسك في الفيفا؟ فيفا؟ طب بلغي بهجة بيني عايزه في قضية تسيح مهمة جدا. من عناية يا اخويا، اتفضل ارتاح وانا هبلغه بالاوردر. اوردر؟ انا هطالب تسيح على فكرة، مش ربع مشكل يعني. نسا يابا اطمن، اللي هطلبه هنا هتلاقيه، تسيح، فراخ، ربع مشكل، كشري بالدقة، هتلاقي كل اللي انت عايزه. كشري؟ استنونا بكرة مع حلقة جديدة من المسيحاتي مع اشرف عبد الباقي، حمدي المرغاني، كريم عفيفي، انا بقى حامد، ومعاكم محمد انور، وانا خاطر. المسيحاتي، ضيف الشرف الفنان القدير فايق عزب، شارك في التمثيل لبنى ونس، اماني البحطيطي، امام حمدي، محمد توب، ابرام سمير. شوي طاهر، سعاد القاضي، هدير مصطفى، مصطفى بسيط، إدارة الإنتاج أمل عبد الحميد، مايكل مراد، بشوي سامي، مخرج منفذ صلاح عفيفي، المسيحاتي ولاء شريف، أيمن علي.